في العمل، بس أنا متابعة أطفالي بالكاميرات. الحمد لله من بداية الحريق، من أول بداية الدخان، أنا كنت على الكاميرا لاحظت سواد فيها، يعني دخان أسود. استغربت إيش هذا، اتصلت على أختي، أختي عندهم في البيت، وينك؟ قالت أنا طالعة أجيب أغراض وراجعة. تمام. فأنا بصراحة وقتها ما عرفت كيف أتصرف، يعني في لحظتها بس كذا كم ثانية أحس الدنيا كلها لفت فيني. أيوه. اتصلت على 911، بلغت، أنا قلت لأختي قريبة، يعني هي في الحي نفسه، يعني مشوارها ما ياخذ 3 دقائق 4 دقائق تكون موجودة. طيب. فتواصلت مع 911، حولوني للدفاع المدني، لأني أنا ما كنت عارفة أتصل على مين وقتها، من كثر ما أنا كنت قاعدة أشوف الدخان وعيالي في البيت، أتابعهم بالكاميرات، أصحيهم، ماما قومي افتحي الشباك، روحي آخر مكان في البيت. هذا كله أنا حاولت إني أسويه وأنا متوجهة لهم للشقة. فالحمد لله الدفاع المدني ما قصر، أنا تواصلت معاهم 9:15، 9:30 هم موجودين في البيت طول الطريق. في وأنا 5 دقائق الدفاع المدني وصل بيتك. والله العظيم بسرعة هائلة، أنا حتى والله ما قصروا، جهودهم جبارة. يعني أنا أقول لك من قلب الحدث، أنا في السيارة أكلمهم، أبلغ، أعطي العنوان كامل، يرجع يكلمني إحنا قريب، لا تخافين، لا تقلقين، إحنا قريب منهم، لا تشيلين هم. عيالك وين كانوا؟ كان الموضوع في المطبخ، عيالك وين؟ في الغرفة؟ غرفة النوم؟ غرفتهم نايمين في غرفهم، أنا أشوف 2 على أسرتهم بس قاعدة أشوف دخان. أيوة. شيء سواد. قلتي لهم افتحوا الشباك عشان بس لين يجينا الدفاع المدني. أيوة أنا أقول افتحوا الشباك، روحوا لآخر البيت، يعني روحوا على المجلس. تمام. هم أطفال يعني ما استوعبوا ذا الكلام، قاعدين في غرفتي، فهمتي؟ يبكون يصرخون، أنا هذا كله قاعدة أشوفه قدام عيني. توقعتي 1% أنه الدفاع المدني بخمس دقائق يوصل بيتك؟ لا أنا ما توقعت، يعني صراحة أنا ما أدري، يعني قلت لهم أترجاهم تكفون، وصلوا بسرعة طلعوهم. طيب قاعد يطمني، احنا جايين، احنا قريب، احنا قربنا، احنا نزلنا، احنا طلعناهم، عيالك بخير، لا تسرعين، يعني على مهلك. يعني كلميني عن البيت، هم دخلوا من باب الشقه ولا من الشباك؟ الجيران كانوا عند الشباك، عند الباب، لان اختي كانت تصرخ وقتها، ما هي عارفه كيف تتصرف صراحه. الجيران حاولوا يفتحون الباب الشقه، حاولوا يكسرونه، الدفاع المدني من الشباك. بيض الله وجيهم، والله ما قصروا، والله العظيم صراحة أنا أحس لو أقعد أشكرهم اليوم لين بكرة أنا ما بوفيهم حقهم. نعم. جهود جبارة، السرعة قياسية، يعني ما توقعت، أنا أقول توقعت أني أنا أصل قبل ما يوصلون، كيف بطلعهم، أفكر إيش بسوي، بس والله العظيم أنجزوا، وصلت البيت وأنا مرتاحة، يعني شفت عيالي برا هم في السيارة وكذا، أطالع فيهم أنتم بخير، الحمد لله كل شيء بخير، كشفوا عليهم صحيا. جوهم زي أبوهم اللي جوهم. أي رب. أي والله، يعني بدون، يعني أقول لك هذا الشيء أحد الحين قد أفكر فيه، شيء خيالي صراحة، يعني ما توقعت بهذه السرعة. يعني بيجون بيساعدونا بيسوون كل شيء، بس ما في مفتاح، هذه كل الأشياء هذه كلها تدور في بالي وقتها. يعني أبغى أسوأ سيناريو تخيلتيه لما شفتي الدخان حولك، حول البيت. صراحة شفت الدخان وكان معي اتصال في العمل للشغل على المكتب، أشوف الدخان الأسود، أنا صمت الجوال، حطيت سايلنت وقعدت أصرخ أصيح، تجمعوا علي الموظفات، إيش في، ماني قادرة حتى أتكلم، الدخان، عيالي بينخنقون، كذا أصيح. بعدين على طول الحمد لله في لحظتها اتصلت على أختي، أنا عارف إنها هي موجودة، اتصلت عليها قالت أنا برا، قلت لها روحي البيت بسرعة، حاولي تكسرين الباب، قفلت منها، اتصلت على 911، حولوني وكانوا معي، اتصلت طول الطريق لحد ما طلعوهم هم يطمنوني. الحمد لله أنا الحين أقول لك هي 10 دقائق، بس أنا كنت أشوفها مو 10 دقائق، كنت أشوفها سنة، فهمت؟ أنا كيف أوصل البيت؟ أنا بعيدة، أنا كيف أطمن عليهم؟ بس كلها انحلت والله العظيم في أقل من 10 دقائق انحل الموضوع كامل.